حميد البقيش يتربع على عرش الشعبية في تيك توك. يحظى المؤثر الإماراتي حميد البقيش صاحب حديقة حيوانات البقيش بشعبية واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عبر حسابه الرسمي في تيك توك الذي حقق نسبة متابعة ضخمة. فإذا صادفت إحدى الفيديوهات التي تجمعه بقرب شديد مع أحد الحيوانات المفترسة التي يمتلكها، ستصدم بحجم جرأته وسيصبح لديك الفضول لرؤية المزيد من الفيديوهات المدهشة، وربما بعدها ستفهم قدرته على تفهم سلوك أسد يلعق وجهه في هذا القرب ببساطة ودون خوف. وربما لن تشعر بالحزن مثل حميد إذا قام دب بأذية أحدث وأفخم سياراتك. دببة، أسود، نمور، أفاعي، ذئاب، لا يهم، حميد البقيش قادر على التعامل معها واحتضانها. وفي رصيده لليوم بالأرقام أكثر من 109.6 مليون تسجيل إعجاب في تيك توك، أكثر من 12.7 مليون متابع على تيك توك، أكثر من 1.4 مليار مشاهدة لهاشتاج حميد البقيش في تيك توك. وصلت نسبة المشاهدة لأحد فيديوهاته ضمن التيك توك